طيب بسم الله. دلوقتي إن شاء الله هنبدأ في المحاضرة الثالثة. حد ممكن يسأل هو المحاضرة الثانية فين؟ بس هو الحقيقة إن المحاضرة الثانية كلها يعني كانت عبارة عن إيه، كانت بتشرح الـ number system. تمام، والنمبر سيستم ده إحنا خدناه كتير قوي، خدناه في الاي تي وخدناه في مواد تانية صراحة مش فاكرها. ده زائد أصلا إن هو يعني إن ده كونسبت أو إن حوار النمبر سيستم والتحويلات الكلام ده كله اتهرس كتير قوي، يعني هو موجود كتير جدا على اليوتيوب سواء عربي أو إنجليزي، والاتنين شرحهم قوي جدا. برضو في اللي هو الفيديوهات اللي بتنزل لنا برضو موجودة وشرحها صراحة كويس جدا جدا يعني ما شاء الله. فاللي هو مفيش داعي قوي اللي احنا نتكلم عليه ونضيع وقت يعني. وده اللي يخلينا ندخل في المحاضرة يعني التالتة على طول. تمام، والمحاضرة دي انا بقول من الاول انها صعبة. تمام، مش صعبة يعني اللي احنا صعب نفهمها، لا عادي ان شاء الله سهل ان احنا نفهمها، بس محتاجين ايه، محتاجين تركيز عالي. تمام، محتاجين مثلا كوباية قهوة دبل ولا حاجة، محتاجين كوباية شاي لو انت بتشربش قهوة، محتاج تكون مركز 100%. لو انت حسيت ان انت مركز 99.9% فما ينفعش. تمام، محتاجين نركز تركيز كبير جدا علشان كل الكونسبتس اللي احنا بناخدها ديت دي كونسبتس جديدة علينا تماما. تمام، احنا ما شفناهاش قبل كده، وحتى لو في حاجات منها احنا شفناها قبل كده مثلا في الاوبريتنج سيستم او كده، فهي برضو يعني ممكن نكون نسيناها وهنضطر برضو نراجع عليها. الفيديو ممكن يكون طويل، البارت ده ممكن يكون برضو طويل، بس اهم حاجة حتى لو هتقسمه على اكتر من يوم، بس اهم حاجة لازم تكون فاهمه كويس علشان لما الامتحان يجي على الجزء ده هوت، بتصوري انا يعني ان كله هيكون معتمد على الفهم، وده حاجة طبيعية عشان اصلا ده كله ايه، ده كله فهم. تمام، حلو. ده مبرمج اسمه لويس. حد يقول لي انت ليه سميته لويس؟ والله ما اعرف، بس هو يعني اسمه لويس. تمام، كتب كود وهو فرحان بيه جدا. عبارة عن ايه الكود ده؟ هو كود سي بلس بلس عادي جدا. تمام، بيعمل variable اسمه result، بيجمع فيه رقمين وبعدين بيعرض ال variable. جه يعمل control F5، لا الله ان فعلا طلع الناتج 3، ده حاجة جميلة جدا. تمام، خلاص كله سعيد والموضوع انتهى وخلاص كده. طب امال احنا محتاجين نعرف بقى الجزء ده ليه؟ يعني مش محتاجين اصلا نعرف المادة. بس دلوقتي هو للأسف بقى اتطلب منه ان هو يعرف اكتر او كذا سؤال وجودي. تمام، ايه هي الأسئلة الوجودية دهيت اللي هي اصلا كل الأسئلة بتاعت الفيديو ده؟ يعني اول حاجة، ازاي الكمبيوتر دوت بيفهم 0 و1 بس؟ طبعا احنا عارفين كده اول كلمة تقريبا خدناها في الكلية، الكمبيوتر ايه، بيفهم 0 و1 بس. ازاي الكمبيوتر قدر يفهم الجملة دي؟ ازاي هو يقدر فهم الريزولت 1+2 وازاي قدر يجمعهم؟ تمام، يبقى دي اول سؤال وجودي محتاج يجاوب عليه. بمعنى اخر، ازاي اتواصل مثلا مع حد صيني؟ انا بتكلم عربي، هو بيتكلم صيني وبيفهم صيني، ازاي اتواصل؟ بكل بساطة انت هتحط مترجم، صح ولا لا؟ كأنه وسيط بيني وما بين الشخص الصيني ده، هوت هيوصل له الكلام اللي انا قلته بالعربي، هيوصله له بالصيني اللي هو اللغة اللي هو بيفهمها. نفس الكلام هيحصل هنا، انا كتبت حاجه بهاي ليفل لانجوج اللي هي دي، اللي هي زي سي بلس بلس، زي سي شارب، زي بايثون، كل الكلام ده، هي كل الكلام اللي احنا خدناه يعني. تمام، هيبقى في حد الوسيط اللي ما بيننا المترجم، هيبقى اسمه اسمبلر. الاسمبلر ده هيعمل ايه؟ هيحول اللغه ده هي الهاي ليفل بروجرام للو ليفل بروجرام، او مش يعني، او مثلا ايه، خليها اسمها انترميديت افضل. المهم اللي هو هيحولها لحاجه اسمها اسمبلي لانجوج. تمام، الاسمبلي لانجوج دي هنعمل عليها شوية عمليات علشان في الاخر نحولها لزيرو واحد، وعشان في الاخر الكمبيوتر ايه، يعرف اللي هو يجمع الحاجتين دول. تمام، هل انا بشوف كل الكلام ده؟ يعني هل انا مثلا لما انا باجي برن وبلاقي دي، هل حد عمره مثلا شاف حتة ان هو بيتحول لاسمبلي ومن اسمبلي لصفر واحد؟ حد لقى قبل كده الحوار ده؟ ما اعتقدش. ليه؟ عشان احنا كل ده احنا شغالين على هاي ليفل، احنا شغالين كاننا بنشتغل من فوق، مالناش دعوه باللي بيحصل تحت الايه؟ تحت الترابيزه اللي احنا شغالين عليها. تمام؟ دلوقتي بقى احنا عايزين نعرف ايه اللي بيحصل تحت في اللو ليفل. تمام؟ طيب فالتلات اسئله دلوقتي، ازاي الكمبيوتر فهم اللغه؟ عرفنا اللي هو عن طريق الايه؟ الاسمبلر اللي هو اللي ترجمها للماشين لانجوج. ازاي بقى وصلها لي الشكل ده الماشين كود، وازاي هو عمل الحسابات على الماشين كود ده؟